السلام عليكم، مرحبا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اليوم سوف نتكلم على نوع من الطيور الرائعة. يعتبر طائر الببغاء من الطيور الجميلة ويحبه كثير من الناس، وهو من الحيوانات الأليفة ويفضل الكثير من الناس تربيته في المنزل كطير مدلل، وهو طائر معروف بألوانه الزاهية والمتعددة، وما يتصف به هو أنه يعد أذكى الطيور الموجودة على سطح الكرة الأرضية، وذلك بسبب قدرة بعض أنواعه على تقليد أصوات البشر وضحكاتهم. للببغاء أنواع كثيرة قد تصل إلى ما يقارب 350 نوعاً، بعض هذه الأنواع شهير، مثل الببغاء الرمادي الإفريقي الذي يعد من أذكى أنواع الببغاء، وببغاء الأمازون، وببغاء المكاوي، وببغاء الكوكاتو، وبعضها الآخر غير معروف على الإطلاق، ومن أنواعها ما هو مهدد بالانقراض مثل ببغاء الكاكابو، وببغاء البراكيت الصغيري.